الجزائريه ممتازه ممتازه انطلق او بالوتيلي مونتاري مرجع تسلل من هناك بالوتيلي وفي جول بالوتيلي يفعلها بالوتيلي يفتح مجال التسجيل الانتر من هجمه معاكسه خطيره وسريعه ورائعه والانتر يفتح مجال التسجيل في الملعب الاولمبي بتورينو امام يوفنتوس بروعه وبجداره واستحقاق الانتر وبدقه هائله ورائعه انطلق على الجهه اليسرى مونتاري ومرر على طبق ليبالوتيلي لو شاهدتم ماذا فعل خوزي مورينيو عندما سجل الانتر هدفا لا 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 بالدقه بالمليمتر وضعها بين رجلي بالوتيلي الذي لا يضيع كرات مثل هذه بعد التوزيع والارتماع من مونتاري حتى يدقق اكثر في تمريرته شفنا من كره ثابته وهجمه معاكسه واحده بين الثلاث لاعبين كيف مرر زلاتان ابراهيموفيتش من عند ستانكوفيتش لابراهيموفيتش لمونتاري لبالوتيلي واول هدف لانتر ميلانو بعد مرور اقل من 20 دقيقه لعب يعني في الهيله ممتازه ممتازه انطلق هو بالوتيلي مونتاري مرجع تسلل من هناك بالوتيلي وفي جول بالوتيلي يفعلها بالوتيلي يفتح مجال التسجيل الانتر من هجمه معاكسه خطيره وسريعه ورائعه والانتر يفتح مجال التسجيل في الملعب الاولمبي بتورينو امام يوفنتوس بروعه وبجداره واستحقاق الانتر وبدقه هائله ورائعه انطلق على الجهه اليسرى مونتاري ومرر على طبق ليبالوتيلي لو شاهدتم ماذا فعل خوزي مورينيو عندما سجل الانتر هدفا لا 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 بالدقه بالمليمتر وضعها بين رجلي بالوتيلي الذي لا يضيع كرات مثل هذه بعد التوزيع والارتماع من مونتاري حتى يدقق اكثر في تمريرته شفنا من كره ثابته وهجمه معاكسه واحده بين الثلاث لاعبين كيف مرر زلاتان ابراهيموفيتش من عند ستانكوفيتش لابراهيموفيتش لمونتاري لبالوتيلي واول هدف لانتر ميلانو بعد مرور اقل من 20 دقيقه لعب يعني في